طبعا بيكلم نفسه النهارده فرانشيسكو روكا، عنده اربع نقاط، انما النهارده ممكن الدنيا تتغير، خلي بالك ممكن الدنيا تتغير وممكن الواقع يتغير في احلام يعني لقاء الباراجواي امام المنتخب التريداد والتوباجو. التريداد والتوباجو لحد الان في ربع ساعه تعادل سلبي، لان هذا اللقاء ونتيجته مربوطه ربط تماما مع اللقاء الاخر، طبعا لقاء منتخب باراجواي امام تريداد وتوباجو. تريداد وتوباجو صفر من النقاط، منتخب مصر ثلاثه، الطليان والباراجواي عندهم الاثنين طبعا عندهم اربع نقاط في المركز الاول والثاني. فصل على طول ثانيه اماميه، تحطيم مره ثانيه على طول سيلفو راتيو، لعيب هايل جدا ولعيب عاقل جدا. هذا التحطيم ثاني ما زال قائد لصالح المنتخب الايطالي من الجبهه اليسرى، بعيده شويه على اللاعب رقم ثلاثه انطونيو ماتسوتا ورا ميتن. انطوني باتشوكا ولكن الى رامي التماس، تتحضر على طول مصريه ثاني، الوقت بيعدي، يلا يلا يا شباب يلا يا رجاله على طول ثاني هنا اسلام رمضان. منتخب الاماراتي فرحنا وسعدنا امس طبعا في الاسكندريه وعمل نتيجه ممتازه جدا لما فاز على هندوراس 1-0، اربع نقاط منتخب الامارات، منتخب العربي الثاني في هذا المونديال. فصل على طول ثاني في نص ملعب شكري، الهات خد الصغيره حلوه جدا من شكري، يعدي مهارته عاليه جدا، واحد وسط كام خمسه ممتازه جدا، طلعت حلوه، اضبطها دوس عليها دوس عليها ما تتسرعش، تصويبه ضعيفه جدا ولكن الى ضربه مرمى، محتاج تدوس عليها لان حوالي سبع ثمان طليان موجودين واربع لعيبه فقط، اذا الزياده العدديه الايطاليه لحد الان بتقف حائل امام منتخب مصر. في زياده عدديه كبيره، محمد طلعت هو الوحيد اللي في الامام، شكري الان بدا يتحرك كويس، وعفروت وقف شويه في الخمس دقائق اللي مضت، اشتغل 11 دقيقه وبعد كده وقف، خلي بالكم عفروت مش واقف بمزاجه لان حاطط الراجل اثنين واقفين كويس قوي، الجبهه اليمنى بتاعت المنتخب الايطالي هي الجبهه اليسرى بتاعت منتخب مصر الوطني. 17 دقيقه علي لطفي حارس مرمى نادي انبي، نادي جميل اللي يحسب له انه عنده قاعده شباب وقاعده مراحل سنيه ممتازه بتدعم الان المنتخبات الوطنيه. فصل على طول مره اخرى ثاني على طول هنا اسلام رمضان لاعب نادي حرس الحدود المصري، فصل على طول في نص الملعب 17 18 دقيقه، اللمسه حلوه جدا لصالح منتخب مصر، يا سلام لو يجي هدف، يا سلام لو يجي هدف من فراقه حلوه وتصويبه تخبط في السكه، وحكم اللقاء يدي ايه؟ يدي ضربه مرمى على اللاعب رقم 8 شهاب احمد لاعب النادي الاهلي، عملوا طبعا سيرش وعملوا يعني متابعه للانديه، اكثر الانديه او اكثر المنتخبات اللي فيها لاعبين من نادي واحد هو المنتخب الوطني المصري يا جماعه، في المقام الاول عنده 13 لعيب في قوام المنتخب الوطني المصري ما شاء الله، 13 لعيب، بعد كده نادي سابريسا عنده 9 لعيبه، ثاني الانديه هنا في المونديال في 24 منتخب بيشاركوا في كاس العالم. فصل على طول ثاني في نص ملعب المنتخب الايطالي، علي عربي ممتاز متوقع كويس، يسلم علي ويطلع لبره، هو ده الكلام اللي كان مطلوب منه في اللقاءين الماضيين، ولكن الضغط الايطالي ممتاز، منتخب رائع يا جماعه. في ناس كتير قالت لك منتخب الباراجواي اكبر او اقوى من المنتخب الايطالي، انما خلي بالك في كره القدم في شخصيه، كرة القدم فيها عناوين، والمنتخب الايطالي من اكثر المنتخبات اللي تعرف نفسه، يعني قول ايطاليا واسكت تعرف ان الناحيه التكتيكيه هتكون صعبه جدا في هذا اللقاء. بتشانزي مره اخرى ثاني عفروتو، الاثنين دول هيكونوا النهارده لقاء جانبي ما بينهم خالص. مره ثانيه عاليه اماميه، تروح ثقيله جدا عند معاذ الحناوي وفي ضربه حره مباشر لصالح منتخب مصر هنا على المنتخب الايطالي. 18 19 دقيقة وادي ريسيرف كاب، فكر طبعا مع الراجل المترجم بتاعه. حناوي على طول متخصص الكرات الثابتة، بيرجع اللاعب سعد الدين سبيب وينفذ على طول معاذ الحناوي. حناوي يلا حناوي، معاذ الحناوي يلعبها كرة عالية، الكرات العالية كلها تكون من صالح المنتخب الايطالي. ترجع على طول تاني محمد طلعت، راجع طلعت، الهات خد تاني ترجع للخلف، شوقي يرجع الكرة تاني على العربي، العربي شوف الضغط الايطالي فين عامل ازاي، صعب جدا يستخلصوا على فريق الباراجواي في اللقاء الماضي، مهم قوي تخلي بالك وتوزع مجهودك كويس، انطلاقة ايطالية، اوعى تعمل اخطاء هنا، اوعى تعمل فاولات هنا، ادي الضغط تاني في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة ولكن لازم يطلع علي لطفي، ممتاز معاذ الحناوي ممتاز هنا اللاعب سعد الدين سليم، ممتاز سعد يطلع على طول الى رمية تلت، تلت ساعة لعب، التعادل السلبي لسه ما زال قائم، انطلاقه ثاني بتشيلسي النهارده يعني مفاجاه التشكيله الايطاليه الباكر رايت ده شكله كده عنتر الايطاليان، شكله كده عنتر الايطاليين، يعني بيلعب فارد صدره وهو طبعا شكله كده واقف على رجليه كويس ومصعب الاختراق بتاع المنتخب المصري. ممكن هاني رمزي من وجهه نظري ممكن يجيب شكر هنا شويه ويودي عفروته شويه، يعني تغير او تغير العتبه بتاعت المنتخب المصري، ممكن بتغيير العتبه يتغير اللقاء، ممكن. فصل على طول ثاني علي لطفي طويله اماميه عاليه،
مره ثانيه في محمد طلعت تمشي الكره المصريه تلقى مره اخرى ثاني في جبل يونس. انا عندي احساس مصر هتسجل ان شاء الله. تصل مره اخرى ثاني مهاره عدي شكري. شكري يدور على شوط راس الصغير حلوه جدا بيعملوها كويس. تروح على القدم اليمنى شكري يبحث على عرضيه ولكن يطلع الراجل مادة الامام. حط شوط جنبيه بيعمل ايه يا جماعه؟ الولاد كل ما يتربى كويس على انه يكون مدافع ما يتفلسفش ما يخسرش منتخب بلده. الحقيقه جنبيه هنا بيطلع الكوره بعقل ممتاز وما استكبرش انه يلم الكوره ويطلع الى ركله ركنيه. ترجع الكره في الخلف ثاني لصالح المنتخب المصري. شكري ثلاثه لعيبه من مصر كعب القدم يا ولد لعيب فيها خيال وابداع جميل. عرضيه مصريه تبحث عن الهدف الاول ولكن سهله عند حارس المرمى بتشيلزو فيوريلو. ادي شكري قميص رقم 10 والقدم اليسرى صفعة بروتو رقم 11 والجبهه اليمنى. شهاب وهشام هم اللي تحت الاثنين دول زي ما قلت لحضراتكم على الطرفين وفي قلبهم في اللاعب حسام حسن. يا ترى انت فين يا حسام يا حسن يا كبير؟ لما تيجي تتكلم على الصغير الان لسه السطور بتاعته ما اتكتبتش في اول الصف لما حسام حسن خلص الكتاب ال 180 صفحه. طبعا ترجع الكره في نص ملعب لصالح المنتخب الوطني المصري الثاني الى اللاعب معاذ الحناوي وسعد الدين سليم هم اللي بيحضروا. علي العربي يخش لجوه علي يلعب لونج باص طويل اماميه علي الكره بتطلع عند محمد طلعت عامل ماتش كويس لحد الان من اجمل تحركات طلعت لحد الان في ال 21 دقيقه دول. ماتش ترينداد وتوباجو هاني رمزي اتكلم معاه طبعا والجهاز الفني بالكامل رجع اللقاء الثاني لاعب جماعي. النهارده الحقيقه بيلعب بمجهود ممتاز جدا وبيتحرك بعرض وطول الملعب وفي العمق ممتاز وعامل لحد الان على قد الامكانيات طبعا من العدد اللاعبين المصريين على الدفاع الايطالي عامل نوع من القلق شويه. 22 دقيقه تعادل واحد يسال سؤال يقول لك لو اللقاء انتهى تعادل مصر عايزه تبقى فرصتها كبيره ان شاء الله في الصعود انما هننتظر كل هذا الكلام هننتظر اللقاء الاخر لقاء الباراجواي وترينيداد وتوباجو. ناس كثيره مصريين بيتابعوا ترينيداد النهارده بتعمل نتيجه ايجابيه طبعا لصالح منتخب بلدها وان شاء الله النهارده يكون لقاء مصر امام ايطاليا لقاء فرحه كبيره تؤكد احقيه انطلاق او انتقال منتخب مصر الى دور ال 16. ترجع الكره ثاني لعلي العربي 22 دقيقه لعبه منتصف احداث التايم الاول عدت علينا والوقت بيعدي والوقت بيمر في بطولات عاديه بيأثر الوقت فما بال حضراتكم بالمونديال. سلام على السدر الثاني من اسلام رمضان تطب الكوره ممتازه طلعت فيها الراجل في ظهره ممتاز مين جاي هنا هو تصوير تصوير عالميه هدف غرامي احمد شكري. شكرا يا شكري شكرا يا شكري شكرا يا شكري اهداف ايه يا جماعه منتخب جميل منتخب جميل لسه من دقائق قليله بقول لحضراتكم عندي احساس ان منتخب مصر هيسجل مش ممكن يا جماعه 70,000 علم يحركوا الصخر مش ممكن مش ممكن هنا المتابعه لسه بقول مين جاي من تحت اخطر حاجه في الكوره قالها كل المعلقين الكبار الاساتذه بتوعنا اللعيبه اللي جايه من خلف المحللين الكبار قالوا هذا الكلام كل هذه القصص والحكايات تاتي بفرحه مصريه جميله استاد القاهره 70,000 متفرج الكل يحلم ويتمنى انما شوف تابع معايا وعيني عليك يا استاذ الكره عدت الحقيقه الكره عدت انا مصري اه ياباني اه انما الكره تخطت نوعا ما حكم اللقاء مشاها لان احنا خسرنا ثلاث نقاط باخطاء تحكيميه اذا الاخطاء علينا وعليه والقدم اليسرى قويه جدا على الطليان باقدام احمد شكري النجم الكبير لاعب النادي الاهلي المصري اللي عنده 13 لعيب في قوام المنتخبات الوطنيه المشاركه هنا في هذا المونديال. اذا الفرحه تاتي الان الفرحه تاتي الان والسعاده تاتي الان مصريه. خلي بالك الطليان فريق يمرض ولا يموت فريق او فريق ممكن يتعب خلال الماتش انما ايضا فريق عارف اصرار كبير جدا في اللقاء. خطا وضربه حره مباشره ممكن مصر مصر ليها يعني ليها جمال في البطوله يا جماعه ليها جمال في البطوله الافتتاح بتشوف 80,000 متفرج بتشوف قيادات سياسيه كبيره بتشوف اهتمام كبير في الشارع الرياضي في هذا اللقاء في لقاء ايطاليا لا حديث ولا صوت يعلو عن هذا اللقاء امام الطليان بينما ان شاء الله نتمنى الثبات بالنسبه لهذا الحارس علي لطفي حارس نادي انبي المصري. 24 دقيقه لعب خطا لصالح ايطاليا خطير جدا ادي فابيو شياكا خطا ضربه حره مباشره لصالح المنتخب الوطني الايطالي فابيو شياكا لاعب نادي كاتانيا الايطالي فابيو خطيره جدا ولكن الحمد لله عاليه الى ضربه مرمى اذا احمد شكري هو حمص الصغير هو حمص الشباب محمد حمص لما جاب جون في ايطاليا
خد مني هذا الكلام وحطه تحتيه 150 صفر. خلى الحمص في مصر اغلى من الكاش يا جماعه، وخلى مفيش حمص خالص في جنوب افريقيا، بينما النهارده احمد شكري يخلي الاجواء تشتعل تماما وتلتهب، ويخلي هذا المدرب فرانشيسكو روكا المدرب اللي عنده طبعا تاريخ ممتاز مع مراحل الناشئين، انما الشغل ايضا لازم نشكر محمد طلعت يا جماعه، لازم تشكر محمد طلعت وتقول له يا باشا الكره المصريه لعبت دور تكتيكي ممتاز زي ما عمل عماد متعب طبعا في كاس العالم 2008 او في كاس الامم الافريقيه 2008، ما سجلش كتير انما لعب يعني لعب دور جوهري كبير جدا. النهارده محمد طلعت لعب دور ممتاز جدا في كيفيه خلق الرؤيه عن حارس المرمى والمدافعين، وجه على طول احمد شكري وسجل كره دانت قذيفه قويه ما تعرفش الحنيه باقدام مصريه عنوانها احمد شكري بمساعده اللاعب محمد طلعت. كل واحد ياخد حقه انما معفوده الكره بدايتها من عند اسلام فيها كلام وكلام. الفرقه المصريه للتالي، ولكن حكم اللقاء السيد بيتشينزو او الحارس بيتشينزو كيرولو هنا الحارس الايطالي. مصر حلوه جدا من العمق ممتاز جدا، هو ده الكلام هو ده الكلام، خلاص مفيش ساده ولا عبيد في الكوره، مفيش ساده ولا عبيد في الكوره، انما لازم تحترم المنتخبات الكبيره لابد. شوف البرازيل تحترمها تقف ودي فيها صفر، شوف منتخب ايطاليا تحترم احترام كبير، شوف الاسبان تحترم وتتمتع كثيرا، شوف منتخب غانا في هذا المونديال تحترمه كثير، شوف منتخب التشيك تعرف يعني ايه اهميه الناحيه التكتيكيه، تشوف المنتخب الوطني المصري تعرف يعني ان حسن شحاته ورفاقه من قبل لغوا حته ان انت تخاف من المنتخبات الكبيره، مفيش هيبه ولا شخصيه في 11 مقابل 11 في اصرار وعزيمه واعداد نفس اللقاءات. نرجع على طول الكره ثاني لرمي التماس محمد طلعت اللي عامل ازعاج وتاعب وعامل صداع للاعب ماتيو جانتيلي. خلي بالك اذا كان عندكم شياكا عندنا محمد طلعت، كل واحد يفتخر باللي منه مع المنتخب الاماراتي، معانا احمد خليل، معانا حمدان الكناني، معانا اسماء عربيه الان ممتازه في هذا المونديال. افرح انت عربي، ارفع راسك انت عربي. كرة الان عرضيه نتمنى نرفع راسنا ان احنا مصريين ثاني بهدف ثاني. فصل على طول ثاني في نص الملعب، في ديناميكيه في الاداء، في اعداد نفسي للاداء، في تعلم من الدرس الماضي القاسي جدا لمنتخب مصر بالخساره. كرة طويله مره ثانيه ولكن المدافع الايمن اللي عامل ماتش ممتاز جدا الحقيقه النهارده اليساندرو كتشينزي من وجهه نظر المتواضعه، ولكن حسدناه وخطا ضربه حره مدافع. 28 دقيقة لعب، بنقترب اليهم، مصر واحد المنتخب الايطالي لا شيء. مصر واحد المنتخب الايطالي لا شيء. خريطة الكرة اتغيرت بعد كأس العالم للقارات. الخريطة اتقلبت، اتعمل لها عملية يعني انتخال كده، بعديها اتغير اللقاء تاني ووصلنا هنا إلى مقابلة الطليان في أول مرة في كأس العالم للشباب. أول مرة المنتخب المصري يقابل إيطاليا في كأس العالم للشباب، وآخر المنتخبات العربية الأفريقية منتخب المغرب اللي فاز بنتيجة ركلات الجزاء، وسوريا فازت على إيطاليا، ومصر الآن متقدمة على الطليان في هذه المرحلة السنية من اللاعبين. 28 دقيقة إن شاء الله الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول. الكاميرا طلعت عرضية ثاني ولكن يطلع الدفاع. ترجع كرة ثانية لمعاذ الحناوي وسعد الدين. على طول ثانية علي العربي. عن العربي كان عنده مشكله كبيره جدا قبل مونديال افريقيا في الباك رايت، عفروتو غير العتب، قلت لحضراتكم هو غير العتب الان، عفروتو جه هنا، عفروتو يا ولد يا ولد، هتعدي كده هتعدي، مش ممكن عفروتو ده، مش ممكن عفروتو، انطلاقه ثانيه سيبها له، سيبها لشكري، سيبها لشكري، عرضيه مصريه حلوه جدا، بدا يكون في قوه وبدات الشخصيه المصريه تظهر وبدات الخطوره تظهر والتصويره تخضر، ولكن الحارس المرمى فوريلو هو ده الكلام، مش ماشي مع عفروتو وفي هناك، وقت احمد شكري هنا مش ماشيه مع شهاب، غير مع هشام محمد، انما لحد الان الاولاد ممتازين للغايه، ممتازين للغايه. 29 دقيقة 29 دقيقة الكورة ما تطبش، ممتاز معاذ الحناوي، تعدي كورة وجالي تاني العربي، ليه عربي ليه عربي خطيرة، اوفسايد في اوفسايد في اوفسايد اعتقد، ولكن هدف التعادل، خطأ كبير من علي العربي، خطأ كبير من علي العربي، راجل مساعد ما اداش اوفسايد، ادى هدف لصالح الطليان لصالح اللاعب امبرتو بوسيتي. التعادل الان لايطاليا، شوفها تاني معايا في الاعاده، ادي الكره والدربكه، لما اتلعبت ما كانش اوفسايد اعتقد، يبقى هدف تعادل لصالح المنتخب الايطالي نتيجه خطا طبعا من اللاعب علي العربي، والمتابعه من سعد الدين سمير هنا ما كانتش متوقعه ان الكره تجلي بهذا الشكل من علي العربي، وهدف اول لصالح منتخب ايطاليا على يسار اللاعب علي لطفي حارس المرمى، على يسار اللاعب علي لطفي حارس المرمى، خطا كبير جدا طبعا، هنا كان ممكن ياخدها على صدره، ما كانش ينفع تاخدها في الستايم على طول كده من هذا المكان، انما قلش وجان ليت راحت سهله جدا للاعب امبيرتو بوسيتي ويسجل اول اهداف اللقاء لصالح الطليان في المباراه. ترجع على طول ثاني اسلام رمضان قبل يسرى الى اللاعب رقم 19 اللي جاي على طول اللاعب ماركو روميزي،
الحكم اللي قايد خطأ وضربة حرة مباشرة لصالح منتخب ايطاليا. ايطاليا مركزين يبنوا كل هجماتهم من الجبهة اليمنى، جبهة اليسرى بتاعت اللاعب انطونيو ماتزيتا لحد الان ولا هجمة اتلعبت على علي العربي. الخطأ الكبير الفادح طبعا فادح في التعادل، وبدأ منتخب مصر يحصل له عملية نوع من انهيار شوية شياكة، ولكن ترجع الكرة تاني الى علي لطفي. علي لطفي ما يلحقش الكرة في علي لطفي.